انا النهارده من شركه تيما شوب جهاز هافر بورد 10 بوصه، ده زرار تشغيل بلوتوث مود. The Bluetooth device is ready to pair. في خاصية الأوتو بالانس اللي هي التوازن التلقائي، يد نقدر نشيل الجهاز منها لما يكون الجهاز فاصل، ما ينفعش نشيله وهو شغال. لمبة بيان بتبين إن الجهاز هيفصل. في كشافات، كشاف برضو الناحية التانية هنا برضو كشاف سنسور، عجل 10 بوصة، عجل لف، نقدر نقف عليه كده، نقدر نتحرك بيه بكل سهولة، بيمشي من 10 ل 15 كيلو متر في الساعة. جهاز بيتحمل لحد وزن 120 كيلو. جمب العجل معدن. هيما شوب بتقدم لكم كل العروض وكل الخصومات. شرفونا في أي وقت.